اكتب لي الشقة معاك يا حبيبي. يلا يلا ما برضه في امها. بس 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 ماشي يا اولاد اللذين. يلا يلا روح هاكو تحكت يلا يا حبيبي. استنى يلا يلا ما تحكت يلا. ايه ناقصين تعب احنا وفرهضة على الصوت. اجي خد يا حبيبي تعال. ايه ايه ده ما بجيت. ايه الطفل السامج ده؟ اهدى يا ماشي ماشي. ايه اللي مهما معزه واقفه قدامي؟ ماشي ماشي. ايه ماشي انت طيب يا دم خمر انت يا الله يخليك. طيب والله بس انا نفسي افهم حاجه. اني وانا طالع وانا نازل بلاقيك قاعد تحت على دكه. انت شغال ايه؟ اني المهندس اللي باني العماره دي. ماشي جدع يا انت بقى اللي عندي بقالك شهر طالع نازل. الناس تقول لك يا بروفيسير يا حلال المشاكل وكل اللي اعرفه عنك انك جوز فكيها. انما انت شغال ايه؟ سرماطي جزماجي يعني. اه طب انزل يا جزمه امسح رجلي. انا امسح رجلك انت عبط؟ ايه دي؟ دي رجلي. دي رجلك؟ امال دي ايه؟ عليا النعمه رجلك انضف من وشك. ايه دي بتضربني على قفايا؟ ايه ده قفاك؟ آه. امال دي ايه؟ لا ليا في القفشات السريعه. عمار يا ما عمار يا ايه؟ يا ما لا قول يا مصر بدل امن الدوله ما يخليك تكملي. مش احنا مش في وقت ضحك ده. ماشي. إيه انت يا هشام بتسرق ايه يا هشام؟ واد يا هشام انت عبيط. انت هتعمل لنا فيها هشام الحرامي ايه؟ الله مش هنقول. انت اصلا شرماتي اصلا ما تعرف تعمل حاجه. ايوه 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 بس 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 هو ده هشام اللي بتشتمه مش ده اللي عم تمدح فيه؟ انا اشتمه بمزاجي بس هو في الحل وفي المشاكل بيحل. خلي بالك انا صدرته في خمس مشاكل حلهم لي. ده يحل مشاكل؟ ده بيقول نص الكلام. يا عم انا بدخله في نص المشكله. طب بص يا عم البروفيسير قول يا احنا عندنا مشكل دلوقتي. قولها. في عربيتين طقشوا ببعض قفلوا لنا باب العماره. اه ونجم الحادثه دي الست الاموره دي. اه بس انت ايه رايك في المشكل دي؟ بص رايي بكل بساطه يا محدش خد باله ان العربيه الثانيه ممكن يكون راكبها بني ادم مثلا مش جن. انت بتتكلم في انا قلت لك ده اول دفعته محو اميه ما حسدتنيش. ايوه بيتكلم صح. اه تعال نشوف. تعال نشوف ياد بسرعه يا يا ده يا ايه ده. يلا بينا يا جدعان يلا بينا. ده مغمى عليه ده اوفر دوش شكله شرب ياما قوي. لا يكون مات شكله مات. والله ما قتلتوش ما عملتش حاجه. انت عبيط يا ما يمكن عايش. صح يمكن عايش. امال ايه المشاعر الفياضه دي؟ لا لا هو اكيد عايش لان انا شفت صدره طالع ناس. لا يبقى بيلعب ضغط. عايش عايش. يبقى بكره عنده بطن. كنت تعالى يا تعالى هنا يا تعالى. عايز ايه يا عم؟ تعالى هنا يا يلا روح انده الاسعاف. طب ما انتصر بيهم بدل المشوره وغلاوه امك وشاك. يا دول في الشارع اللي ورانا يا متضايق ولا طب اقول لك خد شريط الترامادول ده ياثر عليك المشوار. احلى مسا عليك يا استاذ. في ثواني الاسعاف تكون عندك. يلا احلى مسا يا استاذ. ماشي بقول لك إيه؟ ما تخليني اعمل اي حاجه واديني شريط عمرو دياب الجديد. شفت الايام؟ لا والله انا سمعت اللي يسمع غير اللي يشوف. طب اقول لك على حاجه خد دي طلعها الفاكهه فوق. يا سلام عز الطلب جاي لك يا فاكهه. كده كله مشي ما فضلش غير البت بهانه دي. امشيها ازاي يا مشيها بهانه؟ ايوه تعالي 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 يا بهانه بسرعه يا بيه تعالي. نعم. روح هاتي شاي مليجي اللي بيروح ويجي. عندي دوة. عندك دوة؟ اه بتعجزيني. طب روح هات حشيش افغاني. عندي دوة. افغاني؟ ايوه. معايش بفرة. عندي دوة. انت فاتحة دلاب. اعمل لك ايه؟ ايه يا بنت في ايه؟ طب اقول لك على حاجة. ايه؟ عارفة جوزك مخمر ده؟ ايوه. بيخوني. مخمر بيخوني؟ اه. مع مين؟ مع مراد. وانت عارف؟ اه ما الاتنين زومبي اصلا ما يتخافش منهم. اعمل لهم ايه؟ يعني مفيش في قلبك نحراره يا بيه؟ اهدي. ايه؟ اهدي يا بيه، ما خدتيش بالك من الجرح العميق دي؟ ده جرح عميق؟ اه جرح عميق ده عايش شاش وقطن ومخرخروه. ده؟ اه ومش بعيد كمان نسفرها تتعالج في لندن. يلا يا بنت روحي بسرعه روحي هات شاش وقطن ومخرخروه. مين هيحاسبني؟ انا هحاسبك يا ماشي. عندي دوه.
اهدي. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا اهلا، لا حول ولا قوه الا بالله. اسم حضرتك ايه؟ انا فاطمه كردي. محمود الكحس. عندي غيط قصب ومعزتين وجاكيت شتوي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طب بقول لك ايه، انت شكلك بنت ناس يعني وطيبه، انت ايه اللي خلاكي تخشي شارعنا عكسي وتعملي حادثه؟ بصراحه انا كنت بكلم في الموبايل. وبعدين كنت بكلم واحده صاحبتي وهي كان عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. فبعدين قالوا لي يا فاطمه. أيوة. طفي معانا الشمع يا فاطمه. اسمع كلامهم يا فاطمه. لسه اهو. ايوه. العربيه ولعت. حرام عليك، انا لسه ولد ما تفتحش عينيا. طب بقول لك ايه يا فاطمه؟ ايه؟ واللي يحل لك الموضوع ده يعني تعملي له ايه؟ هعمل له كل اللي هو عاوزه. كل اللي هو عاوزه؟ كله. طب اقول لك، عيد الحادثه تاني بس اخد دفعه. انا كنت بتكلم في التليفون. كنت بكلم واحده صاحبتي. ايوه. كان عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. وبعدين قالوا لي يا فاطمه. ايوه. ما تطفي معانا الشمع يا فاطمه. ايوه. لسه اهو. في العربيه ولعت. عمار يا ما. طب بقول لك ايه يا بنت فاطمه؟ انت دخلت قلبي على فكره. ثانيه واحده. كده يبقى دخلت الشارع صح ودخلت قلب. ميرسي قوي، ربنا يخليك. عمار يا ما. الحاجة هي يا استاذ محمود، الجوتن والشاش والمكركرون. ايه يا بنت كل ده؟ يا بنت كبرت الموضوع. واقول لك على حاجه، بتتمسح بالايد عادي اهي. وده عامل فيه ايه؟ دخل ايده. استاذ محمود، انا رحت للاسعاف قالوا لي امشي ولا من هنا ولا غرفه، ده احنا رايحين مشوار مع المطاف. بذمتك انت رحت الاسعاف؟ لا، انا وصلت لغايه رمسيس وما قدرتش اكمل. جدع يا جدع يا استاذ محمود. يا استاذ تعال يا مخيمر تعال. وديت اللي واكل مرتك والاربع رجاله اللي عنديها خدوه. ربنا يسترها على الاربع رجاله دول، والله بترعب من فاكيها دي. صح، عندك حق. ايه ده يا ده الراجل اللي في العربيه الثانيه بسرعه يا لهوي. يلا بينا يلا. يلا بينا يلا 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 يا حبيبي يلا 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 يلا. ايه ده؟ ده جاي يعمل حادثه ولا يعمل كليب ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا باشا؟ ايه النشاط المفاجئ اللي الواحد فيه ده؟ ايه ده؟ حاسس بنشاط؟ والله العظيم انا حاسس ان وزنك زاد بعد الحادثه. ايه ده؟ حادثه؟ العربيه. يا نهار اسود. الله يخرب بيت. ايه ده يا؟ انت كنت راكب ده؟ انا كنت راكب عربيه، انما دي بقت بوستر. تعالى تعالى، اهدى اهدى اهدى. معلش، لا حول ولا قوه الا بالله. معلش، كويس انها جت في الصاج. ما انا معيش فلوس اجيب عربيه تاني. معلش انت صرت. لا حول ولا قوه لا اله الا الله. انت لو حابب تنام حبه نام. يا طب ما حدش يهمدني. ماشي، ما حدش يهمدني. ايوه عشان عربيت يا. لا انا عارف الحركات دي كويس. ده انا بهديك يا حبيبي. طب يا جدعان، ما حدش يزرزروا بقى يا جدعان. ها، ما حدش يزرزروا فيه يا باشا. فيه يا رايق عادي، كله في الشنيش، اهم حاجه الصحه. فيه ايه؟ ايه ده؟ الواد ده طيب قوي. الله يبارك لك. انت ايه الطيبه اللي انت فيها دي؟ الله يبارك لك يا استاذ. هياكلوك. لا انشف. حاضر. بص شنبه عامل ازاي؟ ما بيرحمش ده والله العظيم. خلاص انشف كده. اهدى بس اهدى، انت مالك فيه ايه؟ اهدى ايه؟ نصب في عربية يا جدعان. طب تعالى تعالى. نصب في عربية طبعا من هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ ما تحطش في دماغك خالص. يا رب يا رب. محدش يهمد. تمام؟ ينعل أبو شكلك في الأرض. يا تحدي كلمك يا. أنا فاهم الحركات دي. فاهم الحركات. أهو إيه أهو. تمام؟ عشان بعرف أعمل الشغل ده كويس. طب يا جدعان بعد اذنكم، ما حدش يزرزروا يا جدعان. باشا في ايه يابا؟ في ايه؟ نص رغيف كده ايه؟ ويبقى عيش وتمول. ليه؟
عشان يبقى يمشي تمول بينا وبين بعضينا يا عم. في ايه؟ وعيشك وتمولك ما قادر اكل حاجه. انا مخي ساح والله العظيم من الحادثه دي اقسم بالله. يا عم اهدى حرام عليك. في ايه؟ اهدى ايه؟ ما انا مخبوط في عربيه. اعمل لكم ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم؟ ما لازم تعمل حادثه. مش راكب عربيه وانت لابس الخوذه؟ ايه؟ عمال يفرهدنا ومسكتين. حرام عليك جامد قوي يا مفتري. يا عم يستاهل ده. انت مفتري ايه عمال يعمل لي كده؟ وبعدين بتضرب في الفاضيه. طب اضرب في المليان. والله العظيم ده وجعتني انا. خلاص معلش 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 بس اهدى. معلش يا حبيبي. ايه ده عشان مش ناقصين فرحان؟ والله يا عم جد. لا حسابنا بعد العرض. معلش جد جامده. ايه لا تمام ما والله متى. ايه ايه يا عم؟ ايه يا عم يا ابني؟ ايه يا بابا؟ ايه ده انت بتفتري عليا انا بس؟ ما هو رزعك بتاع انت بس بتاعت مين اللي كان سايق العربية دي؟ الزفتة دي. الزفتة دي. ابتدوا البوفيه دلوقتي؟ تفتكر يعني هيفتحوا البوفيه بدري كده النهارده؟ غريبة والله العظيم. انت كنت شاربه يا بنت عشان تعملي حادثه زي دي؟ احترم نفسك واتكلم عدل يا جماعه. بليز حد يطلب البوليس. لا لا بس بس خلاص. في ايه؟ مفيش رجاله في المنطقه ولا؟ تعالى يلا هنا. تعالى واهدى كده. وانت بصي طلعها عند الست فاكهه يا بهان. وديها فين؟ وديها عند فاكهه وامرنا الى الله. ماشي يلا بسرعه. تعالى يا اختي. بس تعالى ريح انت يا باشا. تعالى ريح. مش قادر يا جماعه. اتفضل اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهدى اهدى. اتفضل في الكرسي اهو. انت كده بتوسخه يا متخلف. معلش معلش. وحشني والله. اهدى اهدى. اتفضل. عامل ايه؟ وجعتك جامد؟ الحمد لله. استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب عظيم. كل يوم الميه تقطع، كل يوم الميه تقطع. دي حاجه يا جدع تجن الجن وتعفرط العفاريت وتحنكش الحنكيش. والله كذب اللي انت بتقوله. ايه الكلام ده؟ ما انا عايز اقول لك اهو. انا عايز دلوقتي اروح الكوبانيه الميه عشان ابلغ. عايز احلق دقني وعايز استحمى وعايز اروح الشغل. خلاص روح الكوبانيه وهم يحلوها. ما انا يا ابني بقالي 7 سنين ما استحميتش. حرام عليهم. معلش روح وهم مفتريين هيحلها لك ان شاء الله. متاكد؟ ان شاء الله. انا رايح اهو. روح. عم شكشك. ايوه. الست عم تقول لك الميه جت. الميه جت. المويه جت. احتكم الامر وهستحب هستحب هستحب. مين الراجل اللي عامل دجله الصابون ده؟ معلش ده عايز ايه الراجل ده؟ احنا عندنا شويه متخلفين في الحاره عشان الفرايتي يعني. ايوه ايه ده يا جدعان؟ انت اللي خلاك تيجي تعمل حادثه هنا؟ الحادثه صح. العربيه يا جدعان. العربيه. ده مجنون يا ابني. ايه يا ابني؟ اهدى بس اهدى. انا نفسي افهم حاجه واحده بس. انت ايه اللي دخلك شارعنا عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه. انتظرونا يوميا على قناه الحياه الساعه 7. ايه يا ابني وانا جاي مع منى الشاذلي يا ابني؟ في ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا عمري ما امشي غلط يا حبيبي. انا عارف ان انا ماشي صح. واديك غلاه. اديني ايه؟ غلاه. انت لابس جزمه حمراء؟ انت فلاح يلا صح؟ وفيها ايه؟ ما الفلاح صديق الانسان. طب ما تتسائلش عليا. ما تتسائلش عليا. خد بالك ان انا الوحيد اللي بحتضنك وبتيجي عليا. بقول لك على حاجه. ايه؟ تعالى نتاكد من على الناصيه ونشوف لو في يافطه تانيه تعرف ان انت داخل شارعنا عاد. ساعتها هتعرف بس ان انا كنت صح وماشي مظبوط. خلاص تعالى نتوكل. يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي. يلا يا سلام. يلا خد تمول بقى. خد تمول بقى. والله ما هاخد. يلا بينا. بالله شوف. يا محمود يا محمود. هو راح فين؟ سابني وجري ورا الفورتيكا. فين ايام زمان؟ العموم مستنياك مستنياك يا حبيبي. انا بشوق كل العشاق. بخ
بقول لك ايه، انا عايز حساب التوك توك، خليني امشي. روح حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟